صحافه الاحد 30 مارس 2014 نقراها ونتابعها اليوم مع الصحفي الاستاذ ايهاب الحضري. نهارك سعيد يا استاذ ايهاب. اسمح لنا في البدايه نستعرض منشطات وعناوين صحف اليوم، واول اخبارنا من جريده الشروق وبيقول الترشح للرئاسه غدا والانتخابات 26 و27 مايو. من المصري اليوم السيسي يقدم برنامجه في خطاب جماهيري. من الاخبار احاله قتلت أطفال سيدي جابر للمفتي. من المصري اليوم 5 ملثمين قتلوا ميادة وميري بالرصاص. من المصري اليوم مرة أخرى واشنطن تراجع موقفها تجاه مصر. الأخبار تأجيل مظاهرات أصحاب المعاشات ومهلة شهرا للحكومة. من الشروق كاميرا أبو سمبل تضبط تحرش بسائحة فلبينية. من المصري اليوم قريبا قرار جمهوري بإنشاء لجنة لمكافحة التحرش. وخبرين من الوطن، هشام جنينة رئيس المركز المحاسبات بيقول أحلنا مخالفات حكومية ب 200 مليار جنيه إلى النيابة. وأخيرا الصحة في خطاب إلى الجيش، تجارب جهاز فيروس سي لا تكفي لإقراره. نهارك سعيد مرة تانية صحفي الأستاذ إيهاب الحضري. وأول أخبارنا وخاص بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ثاني الاستحقاقات المصرية من الشروق. اللجنة العليا طبعا هتعقد النهاردة مؤتمر صحفي عالمي هتقول فيه التفاصيل. الشروق حسب مصادرها، لأنها مش معلومات مصرح بها رسميا، يعني حسب مصادرها أن اللجنة العليا النهاردة في المؤتمر الصحفي بتاعها هتقر أو هتعلن بدء فتح باب الترشح اعتبارا من بكرة، ويستمر الكلام ده حتى 20 إبريل. وبعدين تبقى الجولة الأولى، يعني يتفتح بكرة باب الترشح لحد 20 إبريل. تمام. بيتضمن الموضوع ده فكرة ان هو المرشحين بيتقدموا بأوراقهم و يعني بيتيح لهم الفرصة دي ويعملوا التوكيلات المطلوبة يعني التوكيلات، وبعدين طبعا التقدم. وبعدين الجولة الأولى من الانتخابات هتبقى يوم 26-27 مايو برضو حسب مصادر الشروق، لأن كل ده المفروض هيتأكد اليوم فيما سيعلن في المؤتمر الصحفي. يعني الحملات الانتخابية هتكون في حدود شهر تقريبا، يعني من 20 ابريل لحد 26 مايو. انا افتكرت ان الشهر اللي هو طبعا مظبوط. وممكن طبعا في فترة الصمت قبلها، فترة الصمت الانتخابي اللي ممكن تبقى قبلها بيومين ولا حاجة. يعني مش يعني فوق الشهر بحاجه بسيطه. وده هيعلن النهارده في من خلال مؤتمر صحفي عالمي. تمام. الخبر الثاني معانا من المصري اليوم ايضا بخاص بانتخابات الرئاسه، وبيقول السيسي يقدم برنامجه في خطاب جماهيري. يعني هو طبعا المقصود هو المفروض ان هو في الحمله بتاعته حسب المصري اليوم هتبقى فيها 3 سيناريوهات ماشيه بالتزامن. ده عشان خالد يوسف معاه يعني ولا لا هو لو كده لا، ما انت عندك الخارجيه السابقه معاه، يعني هو في النهايه في اطياف متعدده تعمل اكتر من سيناريو. انا فاهم عشان فكره المخرج. فالحاصل ان هو هيقدم السيناريوهات الثلاثه كالتالي برضه حسب المصري اليوم. السيناريو الاول بيقول ان هو بيبتدي يصوغ البرنامج الانتخابي بتاعه في نقاط محددة يقولها في الخطاب الجماهيري اللي اتقال في العنوان. والسيناريو الثاني ان هو هيبتدي يعمل لقاءات نوعية مع بعض فئات المجتمع زي المثقفين، الأطباء، الصحفيين، يعني يبقى في مجموعة من اللقاءات اللي هي بيبتدي يشرح فيها البرنامج ويبقى في التعامل مع بعض فئات المجتمع. أما الثالث فهو بيبقى فكرة التعامل الجماهيري، وده غالبا هيبقى التركيز فيه على الحملة، أفراد الحملة، وبداية شرح البرنامج نفسه للجماهير من خلال الاتصال المباشر. بس هو ما كان تردد ان انا هقول السيد السيسي بقى مش هقول المشير السيسي، يعني معترض على فكرة ظهوره يعني اعلاميا جماهيريا، وحملته كانت بتقول ان هو مش هيظهر جماهيريا ولا هيظهر في مناظرات. يعني هو مفيش حاجه، يعني ده اللي تردد لان هو مفيش حاجه رسمي لحد دلوقتي ولا حمله رسمي ولا اي حاجه ولا في ترشح رسمي ولا ترشح رسمي، ولكن ده اللي تردد. يعني هنقول يعني في اطار الشائعات لحد دلوقتي شغالين على تردد بقى لنا فتره. انما في كل الاحوال خلينا واضحين، الكلام اللي بيتقال لا يتعارض يعني كثيرا مع ما تردد، لسبب لان احنا لما جينا للجزء المتعلق بالاتصال الجماهيري المباشر اتكلموا عن الحمله، وجود الحمله. في الخبر بيقول حاجه انا مش يعني
غريبه بالنسبه لي شويه ومش فاهمها، بس على العهده على المصري اليوم بينسب تابعه المصادر، طبعا كل مصادر برضه، ان الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل نصح بعدم تقديم برنامج مكتوب يتم توزيعه على الجماهير. امال ايه؟ مش عارف، مش شفوي يعني، ده مجرد سؤال او استفسار. ليه انا مش عارف، وليه النصيحه؟ انا هنا الجمله تعمدت ان انا مش احكيها، اقراها بالنص من مصر. نتمنى يعني كشعب مصري ان احنا نشوف تجربه ديمقراطيه مكتمله، نشوف لقاءات جماهيريه من المرشحين كلهم اللي موجودين، نتعرف عليهم، لان احنا كل ده احنا يعني ما تعرفناش على المرشحين دول عن قرب، ولا عرفنا برامجهم، ولا يعني ولا حاجه لحد يعني دلوقتي، يعني كله في اطار اللي هو المعرفه، اللي هو كل واحد في منصبه او في شغلته. لكن مفيش حمله متكامله حصلت لسه، بس حاجة. لو استمر وبعدين بالنسبه للمناظرات كمان، اعتقد ان في دعوه كبيره دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي كل الشعب بيطالب بمناظره او مناظرات ما بين المرشحين اللي بقى هيعلن عنهم، يعني فتح باب الترشح رسميا. يعني هو طبعا ده المفروض، بس هو كل الشعب ده مصطلح بقى كتير شويه، لسبب لان احنا لو اتكلمنا عن الشعب هتلاقي فيه ناس بيقول لك لا ده المفروض تتخذ بالتزكية. يعني احنا قدام مشهد، لا قلت على وسائل التواصل في ده مش الشعب. يعني هو في النهاية احنا قدام مشهد ملتبس، حتى الآن ممكن يكون ده مبرر لسبب مهم، احنا مش مفيش قدامنا مرشحين مؤكدين، احنا قدام مرشحين محتملين. مفيش برامج ظهرت او اعلنت، انما لو استمر المشهد بنفس الطريقة وبنفس الصورة واعتمادا على صورة ذهنية لكل مرشح، هيبقى احنا بنعيد تكرار اخطاء الماضي كما هي. طيب، احاله قتلت اطفال سيدي جابر للمفتي، وده خبر من الاخبار. تمت احاله المتهم الاول والثاني، او اراء المتهم الاول والثاني الى المفتي. والوقعه دي لو فاكرينها اللي هي كانت حصلت في 5 مايو السنه اللي فاتت، وتم فيها القاء بعض الصبيه من ادوار عليا من اسطح في سيدي جابر. طبعا الغريبه في حاجه بقى في المشهد ده، ويمكن ده هربطه بحاجه تانية بالخبر اللي بعده، ان احنا دايما قدام صور. زمان كنا بنقول الصور لا تكذب، انما احنا قدام صور، ومش بس صور، مثلا صور فوتوغرافيا، لا ده صور فيديو، ومع ذلك بنجد من يكابر دائما. يعني اللي يقول لا او يشكك في نسبها او الكلام ده كله، ومع ذلك الصوره واضحه، والاشخاص اللي عملوا ده كانت الامور واضحه بالنسبه لهم تماما. بنفس المنطق حصل مع الشهيده مياده. احنا قدام وقع حدثت. لا انا عايزه معلش اقف في التفصيل عن الخبر ده. خلاص انا هكمل لك الخبر ده. حضرتك كمله، بس عشان عايز اعرف في 61 متهم. 61 متهم تم تأجيل النطق في الحكم بخصوصهم في نفس القضيه الى جلسه 19 مايو القادمه. وفي اثنين بس اللي اتحكم عليهم. اثنين بس اللي اتحكم عليهم، اللي هو ثبت ضدهم الواقع ان هو الفعل المباشر. اللي هو اللي كانوا احنا شفناهم في الفيديو. اللي زقوا الولاد يعني. طيب هم ما زقوش على فكره، هم كانوا بيشيلوا ويرموا. طيب، المصري اليوم، 5 ملثمين قتلوا ميادة وميري بالرصاص، ده طبقا لتقرير الطب الشرعي. لا، لان كان في كلام يتوارد حاجه ثانيه. لا لا لا، هو في حاجه ان ميادة طعنت عدة طعنات. انت قصدك على ميري؟ انا بفكر على ميري. على فكره على الخمس ملثمين. هو لا انا بتكلم على الطب الشرعي قال ايه فيما يخص حاله ميري تحديدا، لان مياده قالوا اللي هي طلق ميري، بس نقول الطب الشرعي قال ايه على الحالتين. عموما هو مياده توفيت بطلقه بالراس خلف صوان الاذن بالضبط. ده الكلام اللي نشرته الجرايد كلها، خرجت من يمين الوجه. دي مياده. وميري؟ ميري تلقت طلقه بالصدر، وده طبعا اللي حصل، ان هو كان في البدايه اتقال ان هي اتقتلت بطعنات سكاكين، يعني اسلحه بيضاء. شهود العيان في واقعه ميري بيقولوا ان هي كانت بتمر بالسياره بتاعتها، هي مندوبه مبيعات بتمر بالسياره بتاعتها، معلقه الصليب. وقفوا السياره مجموعه من السيدات المنتقبات ومجموعه من الرجال، وابتدوا يضربوها، وبعدين في الاخر اتضرب عليها النار. ده باختصار شديد. يعني مش أسلحة، مش أسلحة بيضاء يعني خالص. يعني في نوع. التقارير أو التحريات بتثبت إن كان في الواقعتين في 5 ملثمين كانوا موجودين وأطلقوا النار بطريقة أو في بسرعة. في الواقعتين. ما هو أنت عندك المنطقة كانت الأحداث في عين شمس. فين في عين شمس بالظبط؟ لا في عين شمس، هي في المنطقة أصل، هي ما بين عين شمس وجسر السويس. يعني هي
فاللي حصل ان هم كان في اطلاق نار وبعدين لاذوا بالهرم. حسب كلام مدير امن القاهره امس لبعض الصحف قال ان هم قبضوا بالفعل على 10 من ضمنهم واحد بيشتبه ان هو من الخمسه دول. لا يعني هو ما ليش علاقه بالخمسه، انا بتكلم هنا الخمسه دي تحريات النشره المصري، وانا بتكلم على اللي هي بقى المنسوبه لحد محدد اللي هو مدير امن القاهره، قال ان هم قبضوا على 10 من ضمنهم واحد يشتبه في ان هو مسؤول عن قتل او شارك في قتل الصحفيه ميادة اشرف. طبعا احنا قدام واقعه اللي هي بنتكلم فيها برضو اسمها ايه، الخلاف على الموتى او على الشهداء. يعني احنا لو بصيتي على حضرتك على الفيس امبارح تمام، امبارح هتلاقي بعض يعني طبعا كله حسب توجهه، يعني هتلاقي ان في ناس على الفيس بينشروا ما يقول ان هي ماتت برصاص او استشهدت برصاص الامن، وفي المقابل طبعا الامن بيقول كلام مختلف خالص. المشكلة دايما ان احنا متعجلين، احنا بنستثمر موتانا بدل ما نترحم عليهم. هنا في تحقيقات، في تقارير طب شرعي، في الكلام ده كله. المشكلة مع ميادة تحديدا ان مش قادرين يحددوا ايه نوع الطلقه اللي اصابتها لانها ما استقرتش في جسمها. لا لاني كمان اعتقد، ما اعرفش حضرتك تصحح لي لو المعلومه اللي عندي، اهل مياده رفضوا تشريح الجثه. لا حتى اصل في الحاله اللي زي دي ما اعتقدش ان ده حاجه المفروض تتثبت، يعني انا هنا قانونا ما اقدرش احسمها، انما احنا قدام قضيه. يعني هي ما ينفع تشريح الجثه؟ الطب الشرعي، الطب الشرعي هيطلع تقرير ازاي؟ يعني الطب الشرعي المفروض ما حاجه غريبه اللي تردد ان هي دفنت يومها. لا هو اللي حصل ان هو الوفاه كانت يوم الجمعه، والدها استلمها امبارح على ما اعتقد، يعني حسب معرفت من مراجعاتي لما نشر، يعني لان انا شايف الكلام ده امبارح وقاري كويس وعارف ان هي راح استلمها، يعني استلمها امبارح مش اول امبارح. الحاجه اللي هو تقرير الطب الشرعي قال عليها كمان ان هي الرصاصه لم تستقر في جسمها، وبالتالي فمش قادرين يحددوا نوع الرصاصه اللي اطلقت عليها. مشكله بقاء لله. عموما واشنطن تراجع مواقفها تجاه مصر. واشنطن ومصر الثنائية إياها علاقة ملتبسة دائما، يعني علاقة كونية ملتبسة. يعني على فكرة لا مش مصر احنا بس في حالة غريبة، لا يعني احنا في حالة غريبة جدا، في إعادة يعني تركيب للأوضاع كده للبازل. أيام الرئيس المخلوع كان في تهمة بتوجه لمعارض شهير أيامها إن هو عميل أمريكي، وساعتها حتى ممكن ده كتبته في كتاب من كتبي، قلت الله يا جماعه ما ننساش هو عميل امريكي، طب ما احنا بنتعامل رسميا مع امريكا وبناخد منها منح وبنروح كل سنه نبارك ونهلل وناخد البركه ونرجع، فالعلاقه غريبه شويه. المهم ان طبعا ملاحظين خلال الفتره الاخيره، وخاصه احنا في الفتره الاولانيه اللي هي بتاعه الاخوان، كان في نزاع على امريكا خلاص، يعني كل طرف بيتخانق مين اللي مع امريكا. الاخوان يقولوا على الانقاذ ان هم عملاء امريكا، والانقاذ والمعارضين يقولوا ان الاخوان صنيعه امريكا. حاليا وبعد 30/6 الموقف بقى نوعا ما ثابت ان احنا امريكا ضد مصالحنا، وبالتالي حصلت بس فجوة. ما فيش موقف معادي برضو يعني بالشكل اللي هو، لا هو المنح معادي. فكره المنح والكلام ده كله، هم في شعور عام دلوقتي ان اي مش معادي من تجاه مصر، مش ما فيش موقف معادي تجاه امريكا. لا هو احنا مصر بتاخد موقف اللي هي بتدين التصريحات، يعني بتدين تقرير الخارجيه الامريكيه، تدين تقرير الاتحاد الاوروبي، انما في النهايه ما فيش هتاخد موقف معادي ايه يعني ما فيش. انما عموما علشان ما خدنا في الخبر ده كتير، هو الحكايه باختصار ان خلال اللقاء بتاع الرئيس اوباما مع العاهل السعودي تم التطرق للاوضاع في مصر، وكان في تجديد حسب برضو الكلام اللي اتنشر ان في تجديد على ان الموقف في مصر لازم يستقر، وان الموقف الامريكي يعني منحاز لجماعه بعينها. تمام. حصل امبارح اتصال هاتفي ما بين جون كيري ونبيل فهمي صباحا، واكد فيه جون كيري دعم مصر لخارطه الطريق، دعم امريكا عفوا لخارطه الطريق، وان هي بتسعى او تامل ان تستقر الاوضاع في مصر. انا بقى عايزه اروح للخبر الحقيقه 7 اللي هو خاص بكاميرا ابو سمبل تطبيق تحرش بسائحه فلبينيه، وعايزه اقول ان الحمد لله يا جماعه تصدرنا قائمه
اكتر الدول من اكتر الدول اللي فيها تحرش في العالم. مصر بقت من اكتر الدول اللي فيها تحرش في العالم، ومن اكتر الدول طبقا ل يعني استطلاعات عالميه، ان مصر كمان من اكتر الدول خطرا على النساء. يعني الحمد لله احنا تصدرنا مراتب ضخمه في الحكايه دي. يعني كمان ما بقاش الموضوع محلي، يعني ما بقاش الستات مصر هي اللي المعرضه للخطر من هذا المرض. ويعني عايزه اقول ان هو فعلا مرض، بقى مرض مجتمعي ومرض فعلا غير عادي متفشي بينا. لا كمان الموضوع بقى ايه، بقى على صفحات الجرائد العالميه. يعني ما تفتح تلاقي الاندبندنت تتكلم على السائحه البريطانيه اللي تم اغتصابها في شرم الشيخ، وبعدين دلوقتي في فلبينيه، وفي في اعتقد حاله ثالثه كمان. الخطوره بتاعه الفلبينيه دي في حاجه، يعني هو بنتكلم على تضبط تحرش. هو في هنا حاجه ناقصه في العنوان ده، إيه؟ ان اللي تحرش اساسا هو عسكري امن كمان. وبعدين العمليه باختصار كانت ايه؟ السائحه خارجه من معبد ابو سمبل، فطلبت صوره معاه، طلبت تتصور معاه، اتصور معاها وراح عامل حركه من الحركات العابره. احنا في تلفزيون محترم فبلاش نقولها. المهم الناس فاهمه، الست خلصت ومشيت ما قالتش حاجه خالص. مين اللي ضبط الواقعه؟ الكاميرات بتاعه الاثار، كل منطقه فيها الكاميرات بتاعتها. فموظف في الاثار شاف الواقعه دي فراح مبلغ عنها، فراحت الشرطه جايبه السائح. رفضت تحرير محضر ضد الشرطي، ممكن من باب الحرج، ممكن يعني دي، ورفضت. انما المهم في النهايه ان الواقعه احيلت للنيابه وجاري التحقيق فيها. فباختصار شديد، اذا كان يعني المفروض في الحاله اللي زي دي ان الجندي اللي واقف ده او العسكري اللي واقف ده لو حصل للسائح حاجه تجري تستنجد بيه، مش يبقى حاميها متحرج هو المتحرج بيها. والخبر اللي بعده على طول ده خبر رائع جدا جدا. هو لجنه لمكافحه العنف ضد المراه بصفة عامة، وطبعا من ضمن بنودها ما يتعلق بالتحرش. وحسب المصري اليوم ان اللجنة هتتضمن قرار انشائها، وهو قرار هيبقى قرار جمهوري، 10 بنود، ومن ضمنهم تعديل مادة في قانون العقوبات بحيث يغلظ عقوبة السجن. انا اعتقد ان هو تم تعديل المادة فعلا، هتطرح قريبا وبيصل العقوبة لعشر سنوات. يعني في كل الاحوال علشان الناس تاخد بالها، لان زمان على فكرة المشكلة في ايه؟ زمان حتى في الافلام القديمة كنت تلاقي حتى المعاكسة فيها ذوق وفن، فيها غزل. يعني البنت ممكن تعترض او تعمل مش سامعه، بس تبقى ممكن يبقى في احساس بالفرحه داخليا، لان مفيش تحرش، مفيش قله ادب، ده كلمه لطيفه. انما حاليا لا، في عنف وفي قله ادب ولا يستثني احدا. والكلام ان كانت لابسه ومش لابسه ده كلام فارغ. لا بس انا سعيده على بصراحه على محورين. يعني سعيده اولا بموقف البنات، ان البنات ما بقتش بتخاف، وبقت بتاخد مواقف مش ايجابيه بس جدا. في طبعا، بس في كتير بقت خلاص، بقى التابو ده اتكسر، وبقت الناس ما بتخافش، البنات ما بتخافش، بتروح ممكن تروح تعمل محضر في الاسم، وفي ناس اتحكم عليها وكل حاجه. تاني حاجه مبسوطه جدا من الموقف الحكومي الحقيقه. انا مش مبسوط من موقف الشارع. لا بس انا مبسوطه ان في موقف رادع دلوقتي، بس يعني في كمان موقف بقى الاهل الشارع. بقى والناس اللي بتربي عيالها بصراحه. لا غير الشارع. انا يعني في النهايه نتيجه العنف السيد، انت لو ماشيه في الشارع وحصل حاجه ما بتلاقيش حد بيتدخل، بالعكس كله وعلشان يرضي ضميره، لان احنا شعب بيتبرر، يقول لك شوف لابسه ايه. بس يعني طب هل نقدر نعلق سريعا جدا على خبر الوطن؟ هشام جنينه احلنا مخالفات حكوميه ب 200 مليار جنيه للنيابه. ده في سنه واحده. في سنه واحده، وقدم حسب كلامه 428 بلاغ اهدار عام قيمتهم 200 مليار جنيه. الرقم المهم جدا وسريعا عشان انا عارف الوقت، 515 مليون جنيه رواتب مستشارين بالحكومه. لا لا حضرتك قولها لي تاني بقى كده. 515 من ضمن ال 2 مليار 500، يعني ربع المبلغ. 515 مليون جنيه رواتب مستشارين بس. انا بالحكومة. اعتقد اكتر والله. يعني لما يبقى نص مليار يعني ربع او 25% او اكتر شويه. ده رواتب ده شهرين ولا سنويا؟ لا لا لا، السنه خلال العام. خلال العام. لا هو ده، هو بيعتبر الاداره، لان هو الجهاز لو شاف ان هم فعلا الرواتب دي رايحه في مكانها، ما كل جهه بتجيب مستشارين. انما المستشارين لما يبقوا زياده عن الحد وبياخدوا فلوس ما بيعملوش بيها حاجه. هو المستشار هشام جنينه قبل كده صرح بحاجه كمان مرتبطه بالحكايه دي، بس ما اتقالتش في الخبر ده. ان هو الغريبه ان في رواتب وبدلت حضور جلسات بتتاخد عن جلسات اثناء يوم العمل.
يعني انت جوه يوم جزء عمل شغله. تمام، طبعا فده جزء من شغلك ده فبتاخد العادي. ليه. فده بصراحه. وقال حاجه تانية كمان في ضمن السياق، لان هو طبعا مركز تمام قوي على طرح البحر وتحت طرح النهر والتعديات عليه، ان هو اكتشف ان في جهات حكوميه مسؤوله عن حمايه النيل هي اللي بتتعدى عليه. تمام بس تمام صحفي الاستاذ ايهاب الحضري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وفخرتنا لسه متواصله معاك، في نهارك سعيد. راجعين بس بعد الفاصل.